نبدأ على بركة الله. هذا اليومين هذو قضية الفينانس الصواردة المالية على بالكم يا جماعة الخير. احنا في الجزائر بالحقيقة عندنا بزاف منظومات مخروبة، ماشي مخروبة ولكن منظومات. لما احنا نقولوا الإصلاح المنظومة إصلاح المستشفيات معناها باللي المنظومة الصحية في الجزائر فيها خلل. كي نقولوا إصلاح، لما نقولوا إصلاح المنظومة التربوية معناها فيها خلل، لما نقولوا إصلاح المنظومة المصرفية فيها خلل. يسمحنا المنظومات التوعية قاع مخروبين، قاع فيهم لازم لهم إصلاح. والبرنامج اللي جابته اللي راه يمشي البرنامج تاع رئيس الجمهورية فيه إصلاحات كثيرة، والإصلاحات هذه باه تنجح لازم يوقفوا عليها رجالة، ولازم يكونوا النوايا الصادقة، ولازم اليد في اليد باه الإصلاحات تنجح. كاين قطاعات راهي تافانسي، ما ننكروش كاين قطاعات راهي تافانسي، وكاين قطاعات مازالت هي من بينها القطاع المصرفي، المنظومة البنكية والمالية في الجزائر مازلنا المنظومة تاعنا في العصر الحجري. هذه حقيقة، لما نهضروا هكذا احنا ما ناش نقولوا نهضروا على وزير المالية، لأنه المنظومة المصرفية ماهيش مسؤولية تاع وزير المالية ولا تاع المحافظة البنك ولا تاع بنكة، ولا القضية راه قضية الجميع. لأنه المنظومة المصرفية لما البلاد الجزائر تتنقل من الاقتصاد الموجه تاع الاشتراكية للاقتصاد الحر والليبرالية، ومع على باليش انا كيفاه، المنظومة المصرفية تبقى هي هي. لما نروحوا البنكة، البنكة كان وزير المالية بن خالفة هضرنا عليه شحال من خطرة، وراه يهضر ويهضر ويقول ويقول. كان وزير المالية دار لنا القرض السندي باه الناس على بالكم يا جماعة، والدولة استعرفت والحكومة استعرفت قالت لك بلي راه كاين واحد 2000 مليار دينار راهي برا الدور في الخلاء ما دخلش البنكة. والمواطن الجزائري بما فيه من نوي، الناس راهي تخاف باه تدي دراهمها للبنكة، البنكة تاع الجزائر بنكة وطنية، والمواطن يخاف، والخوف جاء من ضربة الخليفة، خليفة بنك هذيك اللي راكم على بالكم بها. ومن بعد دركا كاين حوايج مؤشرات يا جماعة ما تعطيش الثقة، رانا دائما نقولها المؤشرات ما تمدش الثقة باه المواطن يمد دراهمو. انتوما حاولوا كيفاه تضربوا في العمق، تجطون الجرح، تداووا الجرح. الجرح واش هو؟ هنا دركا بن خالفة دارنا القرض السندي تاع الربا وما نجحلوش، ودركا راه يقول لك الصيرفة الإسلامية والتعليمة التالية تاع محافظ البنك قال لك يا جماعة اللي عنده دراهم يجيبها من البنكة، ما نحاسبكمش ما نقولكمش من أين لك هذا. أطلق نشوفوا التصريح تاع بن خالفة ومن بعد نهضروا على القضية تاع المصرف. هيا يلا، لابد أن الأموال تدخل للبنوك، ولكن لابد أننا نمر إلى الدفع الإلكتروني. أيه؟ لأنه إذا دخلت هذه الأموال كلها واستمرنا دائما في المعاملة بالنقد ستكون هناك كلفة كبيرة للاقتصاد. لابد أن هذه الأموال تدخل، تبقى نتعامل بها بكل حرية، لكن نتعامل بالشيك، بالتحويل، وبالبطاقة الإلكترونية. هذا هو الممر، هذا هو المخاض إن صح القول، عسير لكنه لا بد منه للبلدان كلها مرت به. أن الأموال تجري في شريان الاقتصاد لكن لا تجري نقدا، تجري بالأوراق وتجري بالنقود الإلكترونية. والآن تعرفي أنه حتى في نقود افتراضية نحن حرمناها في الجزائر، لكن يوم من الأيام تبدأ وتدخل. لكن المرور إلى الدفع الإلكتروني لا بد منه كلما توسعت رقعة جمع الموارد اللي هي خارج البنوك. بالأقل يا سي بن خالفة يا جماعة المالية، البلدان اللي راه يهضر عليها قال لك لابد أننا نروح نديروا الإلكترونية ونديروا نقولوا نهضروا بالكوال الآخر بالإلكترونية والافتراضية وطاطاطي وطاطاطات. هذا البلدان يا سي بن خالفة دركا باش نتفاهموا، البلدان هذه ما عندهاش السكوار، ما عندهاش الدراهم يدوهم المستوردين ويبيعوهم في السكوار، ما عندهاش المواطن تاعها كي يروح يدير السياحة يعطوا له 100 أورو 110 أورو، ما عندهاش. عندها المكاتب تاع الصرف نورمال، تبيع وتشري في الاورو نورمال في البنوك كيما راهم دول منا ومنا، راهم غايجي لنا برك. غير حنا يا بن عمي المواطن الزوالي مسكين، مواطن الزوالي لما يروح يسافر السياحة يعطوا له 100 وقيل وزوج اورو ولا 105 ولا 110 اورو. ياه، والمستوردين اللي خلاو لنا البلاد حاشا كاين فيهم ناس ما شاء الله، واش يدوا الاورو ويلعبوا لنا اللعبه تاع الديكلاراسيون ومنا الفاتورات وكاع، ويدوا الدراهم هما اللي راهم يبيعوا فيه في المارجينوار، حتى ولا الدينار يدير زوج ملايين وشين فوق. زيد لي وزير المالية واش راه يقول. لا ما لا 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 ما يمكنش تقول يعني إعفاء، لكن يعني فيه تسهيلات كبيرة، إنها ما فيهاش مبرر يعني عند الإنسان اللي يحب
يدخل يعني دراهمه في البنك هذا يعني مستعد بلكنش كان فيه عراقيل كانت فيه عراقيل هاو الوزير المالية راوية مستعرف اللي كانت فيه عراقيل واللي كان فيها وزير بخالفة واللي كان فيها حرجاوي واللي كان فيها واللي كان فيها يا ابن عمي إلى حينكم صحة رجلوا منظومة البنكية رجلوا عمولكم الناس راهي تدفع في دراهمها في البنكة يدير لك غموض باش يدير دراهمه الصرف راكم كما كتبوا راه يدور للمارشينوار الحالة راهي مخلوبة في كل البلاد وتتمسخروا بينا مازال ما رجلتوهاش راكم هابطين جماعة المالية زيد واحدة زيد واحدة زيد واحدة عيط لك عليا